مع الزميل العزيز الكابتن عبد الحميد حسن. شكرا للزميل عمر ربيع ياسين. ان شاء الله يكون فرحه كبيره للنادي الاهلي النهارده في اولى خطواته الافريقيه. لكن عايز ارحب بيكم طبعا في البدايه، منوريني ومشرفيني كالعاده في بيتكم الاهلي وملعب الاهلي. عايز اقول لكم ان احنا ممكن نسمع او نشوف بطوله قيمتها الماديه اكبر بكتير من قيمه كاس العالم، ولكن يبقى كاس العالم اعلى واهم قيمه رياضيه بين جميع البطولات. دي حاجه. الحاجه الثانيه، ممكن تسمع برضو عن قيمه ماديه اعلى من كاس الامم الاوروبيه والافريقيه او الاسيويه او، ولكن تبقى قيمه هذه البطولات اعلى بكثير من القيم الماديه. ممكن نسمع برضو ان في بطوله اعلى بكثير من كاس الامم الاوروبيه، ولكن يبقى كاس الامم الاوروبيه بقيمته التاريخيه والشرفيه اعلى بكثير من اي قيمه ماديه. ولو تحدثنا عن البطوله الافريقيه وكاس افريقيا، ستبقى هذه الكأس الأعلى والأغلى على مدار العصور، وإن قلت قيمتها المادية عن أي بطولة كانت أو ستكون. ولكل بطولة رجل، وعندما نتحدث عن البطولات الأفريقية ستجد أن النادي الأهلي هو رجل هذه البطولات، وإن شاء الله سيبقى النادي الأهلي سيد أفريقيا. الأهلي شارك في أفريقيا 29 مرة من أصل 54 مرة. الأهلي استحوذ على 20 مرة في بطولات من أفريقيا. الأهلي مثل أفريقيا في كأس العالم للأندية 5 مرات. نسر الأهلي إن شاء الله هيبقى محلق دايما في سماء القارة الأفريقية. نسر الأهلي هيبقى هو الشعار الرسمي للقارة الأفريقية. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، أهلا وسهلا بحضراتكم مرة ثانية في أولى خطوات النادي الأهلي في البطولة الأفريقية، بطولة الكبار. نطلع فاصل بسرعة عشان نستقبل ضيافنا الكرام، عشان نتكلم عن الحالات الفنية في هذه المباراة اللي حضراتكم كلنا مستنيين هذه المباراة بفارغ الصبر ومستنينها، واحنا خلاص على أعصابنا. عايزين نشوف الأهلي بيفرح جماهيره تاني، عايزين نشوف الأهلي بيتوج بهذه البطولة. مش عايز أقول بقى التاسعة، هننسى التاسعة دي، اللي بعد الثامنة أو اللي قبل العاشرة إن شاء الله تكون من نصيب النادي الأهلي. فاصل، نستقبل ضيوفنا الكرام الكباتن شريف عبد المنعم والكابتن ماهر همام والكابتن أسامة حسني السنون.